لان الحقيقه حدث ما تضمنش يتكرر تاني امتى. انت ظروف يعني حطيتك في طريق بطل اوروبا وهو المصنف او يعني رقم واحد على العالم دلوقتي. يعني فرم كل الفرق. ما احترمش تاريخ حد. واخد بالك؟ ومن هنا تاتي صعوبه هذه المباراه وهم نتيجه النهارده بالمناسبه المفاجاه اللي حصلت. مش خرج يعني يعني ما تاهلش للنهائي. الجنسي المكسيكي صعد بطل الكونكاكاف. الاهلي باذن الله تعالى يكسب البايرن او الفايز من الاهلي والبايرن هيلاعب تجريز المكسيكي في النهائي مساء يوم الخميس في المباراه النهائيه. الخاسر من مباراه بكره يلاعب بالميراس يوم الخميس الساعه 5 على المركز الثالث. اذا انت الدحيل القطري الخامس. الدحيل النهارده فرم اولسن هونداي. وكويس انك يعني ذكرت الدحيل لان انا اتفكر يعني قعدت النهارده اتفرج بامعان. الدحيل الشوط الاولاني 5 اهداف مضيعها. وان سايد جيم، فاعليه مطلقه. والفعاليه جايه منين؟ من الولدين البرازيليين. في حين الهداف الكيني اللي خوفونا منه قوي ده النهارده كان هوا. كان هوا. لان ده لو بيقطع صح ولا بياخد قرارات صح كان جاب جولين او ثلاثه. ده خدنا باشمهندس يا استاذ ابراهيم للي قللوا من مكسب الاهلي. ما انا عشان كده بتكلم. بتكلم بقى لا مش بس اللي قللوا. ده قال لك محمد هاني. ده محمد هاني بطل. ده اللي اتعمل في الباك رايت بتاع الكوري ده اللي هم ملوك الجري يعني. وعلى فكره الفريق الكوري احرج بطل المكسيك وكان متقدم عليه 1 وبعدين اتعدى 1-1 وبعدين خسر بضربه جزاء الفار اللي حسبها. لا يبقى الاهلي عمل مباراه معتبره يعني لما ترجع لاداء الدحيل النهارده وتشوف ان الاهلي حرمه من كل الفرص دي. ده انت لازم تضرب تعظيم سلام لدفاعك الديفنسي بتاعك كيف تعامل في هذه المباراه. هو احنا لما نعمل اداء كويس وتكتيك كويس نقلل من شان الفرقه ونقول اصل المنافس. لا المنافس يعني النهارده مع منافس اخر. لا فرقه عندها مهارات عاليه جدا. وانا بقول لك لو كان الهداف الكيني ده كما سمعنا عنه في حالته النهارده يعني هو الدحيل معانا هم فرصتين الناس بتتكلم عليها طول الماتش معانا. النهارده الشوط الاولاني بس مش اقل من 5 فرص. عدد الضربات الركنيه الضعف تقريبا على الفريق الكوري. الشوط الثاني برضه وده بقى برد انا بقى على ايه قال لك الشوط الاولاني والشوط الثاني. الدحيل نفسه مع انه جاب هدفين في الشوط الثاني لكن نسبه الاستحواذ قلت عن الشوط الاولاني لانه كسبان. ما هو هيحصل اندفاع هجومي من المنافس وانت هتتحفظ. لكن الحقيقه البطوله فيها مستويات جيده فيها مفاجآت جيده. المفاجآت دي بتسخن البطوله. بس خلي بالك المفاجاه اللي حصلت دي هتخلي البايرن يعمل حسابه مره واثنين وثلاثه. صحيح.